في صحيح البخاري قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا. والمقصود من ذلك المربع المعروف الذي هو متساوي الأضلاع، عبر عنه رضي الله عنه بالخط، وإلا فهو مربع متساوي الأضلاع. قال رضي الله عنه: وخط في الوسط، يعني في وسط هذا المربع، وخط في الوسط خطا خارجا منه، يعني خارجا من هذا المربع امتدادا لماذا؟ للخط الذي في وسط المربع، جعله خطا خارجا عن المربع. وخط خطوط، وخط خطوط، وتضبط خططا، يعني خطوطا كما جاءت بذلك الرواية. وخط خطوطا صغارا عن الخط الذي في الوسط، يعني في المربع، من جانبه، المقصود من جانبيه إفراد لكن يراد من ذلك العموم. وخط عليه الصلاة والسلام خطوطا صغارا عن الخط الذي في الوسط، يعني الذي في المربع، عن جانبه الذي في الوسط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الخط الذي في الوسط، يعني الذي في المربع، هذا هو الإنسان. وأجله محيط به أو قد أحاط به، الشك من الراوي. أجله محيط به، هذا المربع بجميع أضلاعه قد أحاط بالإنسان. قال: وهذا الخط الذي خرج من هذا المربع امتدادا لما في الوسط، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا هو الأمل، أمل الإنسان. وهذه الخطط الصغار هي الأعراض، إن أخطأه هذا الأعراض عن الآفات، يعني يموت الإنسان من آفات، من أمراض أو ما شابه ذلك. وهذه الأعراض الآفات إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله. كالإنسان في وقته وفي أيامه حريص على أن يحقق الآمال، وإذا بالأجل يدنو منه، إذ جاءه الخط الأقرب. ما هو الخط الأقرب للإنسان؟ هل هو هذا المربع الذي أحاط به من جميع الجهات، أم أنه هذا الذي هو خارج عن هذا المربع؟ الخط الأقرب هو الموت.